صباحكم الخير. اليوم الخميس 7 شباط فبراير. اليوم القمر مرافقنا من برج الحوت لليوم الثاني على التوالي وباقي لبكره ايضا. الاجواء حلوه لموالي برج السرطان الحوت وايضا موالي برج العقرب. كيف رح بتكون ابراجنا؟ منبلش مع برج الحمل. بعد الاجواء عند مولود برج الحمل بطيئه جدا لدرجه شيء بزهق بالنسبه لإلك. بتحاول لكن ما بتزبط، بتجرب ما حدا قاريك، اترك كل المحاولات لغير نهار، بدك تنطر بعد يومين لحتى يمشي الحال. وكون حذر 13 14 15 نيسان ابريل لانه كوكب المريخ موجود عندك كل هيدا الاسبوع، فانتبه من السرعه. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور انهار بيتساهل معك، انهار نوعا ما بيساهم بتقدمك بدعمك وبتأييدك، وبالتالي هذا انهار مناسب جدا لحتى تكون حاطط عقلك براسك وعم تشتغل. الايام يلي من بعد الجمعه يعني عطله الاسبوع اذا انت بتشتغل السبت او الاحد يمكن ما تكون الايام هالقد الظروف ممتازه، اشتغل اليوم ولحق حالك. مواليد نيسان بعد الاكثر حظا بالاضافه ل 5 6 7 13 و14 ايار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء عندك مناسبه لحتى تثبت حالك، لتبرهن انه انت شجاع جريء وعندك فعلا افضليه او عندك طاقات ومواهب لحتى توصل. الجو ممتاز بالرغم من القلق يلي انت خايف منه. المهم تكون محضر شغلك قبل بوقت ورايح محضر حالك سواء على امتحان او على لقاء. الاكثر حظا مواليد 9 10 11 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان الاجواء ناجحه بالنسبه لك، الاجواء بتميزك بتخليك تكون ماشي حالك ناجح يعني ميسر امورك وقادر انه فعلا تثبت مكانك وموقعك. الجو قد يحمل سفر أو بحث جديد أو يمكن طلة مختلفة بتطل فيها على محيطك طبعا بطريقة إيجابية. الأكثر حظا 23 24 25 و26 حزيران يونيو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد حاول تتفاعل بطريقة دبلوماسية أكثر مع اللي عم بيصير من حولك. ما في فايدة ترجع تزت زيت تكب زيت على النار لانه بتكون عم تأججها من جديد، فاليوم ضروري تنسى هالامور، تحطها وراك، شوي من كبريائك وتشوف كيف بدك تزبطها، لانه لازم تتزبط، الاجواء متقلبه لكن بتقدر تزبطها وهنالك حلول، في حلول اقوى واجمل بتلاقيها او على الاقل في نقول في اخبار حلوه في عطله الاسبوع. الاكثر حظا 11 12 اب اغسطس. كمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء الجو اليوم بيطلب منك انك تناقش باسلوب سهل مش معقد، لانك اذا بدك تعقدها فعلا بتتعقد. اليوم مولود برج العذراء ابحث عن السهل البسيط والسهل الفهم، يعني الناس تفهمه بسرعه، خاصه اذا عم بتفسر شيء، عم تطرح شيء او عم بتفاوض. الجو يمكن قد يستفزك بطريقه هيك فجأة طارئة تصير ومنا مقصودة. الأكثر حظا 27 28 29 آب أغسطس 8 9 10 15 و16 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان خلي شغلك مرتب لأنه سوف تحتاج لهال الأوراق والملفات والتنظيم اللي حاطه قدامك، الجدول رح تحتاج له بعدين. اشتغل على اساس امبارح، على اساس اليوم وعلى اساس بكره، وكل شيء بده يكون مظبط ومنتهي لحتى ما تواجه بعطله الاسبوع ضغوط اضافيه. انهار يمكن تضطر فيه تهتم بموضوع صحي او باحد الاحبه. الاكثر حظا 12 و13 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب انهار بيحمل لك خبريه حلوه. يمكن ما تكون خبريه بحد ذاتها الخبريه، لكن في تطمين بال وكانه هالغيمه الرماديه قطعت وعم تقطع. الاجواء عند مولود برج العقرب تبشر بانفراج وتبشر فعلا ب بهيك خي ترتاح بتطمن بالك. بالشغل كمان في انفراجات، بحياتك الدراسيه كمان في نجاح والعاطفيه ايضا. الانشط يلي ما بيهدى هو مولود 25 26 27 28 اكتوبر. بنتقل لبرج القوس.
مولود بشرقوس ما توقع حالك ما تغرق حالك بفنجان قهوة. الظروف ما بدها الأد، الأجواء ما بدها الأد، الأجواء سهلة إذا أنت بتسهلها. وحاول ما تعلق على بملاحظة على كل شغلة حدا بيعملها، خاصة أحبائك، لأنه ساعتها بتكون كتير عم بتفوكس، يعني كتير عم تعمل فيكساسيون على مسائل صغيرة غيرك ما إشعى. سهلة بتسهل، عقدة بتتعقد. 10-11-12 ديسمبر الأكثر حظا. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي مش ناقصك شيء أبدا، لا ذكاء ناقصك، ولا سرعة خاطر ناقصتك، ولا سرعة الريفلكس اللي عندك ناقصتك. الحجج القوية عندك إياها. نهار ممتاز مهنيا اجتماعيا ودراسيا، فروح وما تقفي شيء، كون حاضر وبتلحق. بتكون فكر حالك مأخر، ما بتطلع مأخر، فبالتالي ما تلغي شيء. الأكثر حظا 24-25-26-27 ديسمبر كانون الأول. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو بعدك قبضاي، بعده الجو جيد بالنسبة لك، بعده عم بيسيرك، بعدك عم تمشي لقدام وإلى الأعلى. مولود برج الدلو في احتمال أنه تحصل وأخيرا تعرف الجواب، جواب النتيجة اللي أنت بدك إياها معقولة تسمعها اليوم. انتبه من بعض الاستثمارات وتوظيف الأموال بطريقة شوي مستعجلة وزايدة. الأوفر حظا 7-8-9-10 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت القمر ببرجك، لكن الشمس موجودة ببرج الدلو. هذا معناته أي شيء عم تبدأه هو عم تبدأه لتنهي شيء، وكأنك عم تحط بلان جديدة لحتى تخلص من الأشياء العتيقة اللي ما عم تقدر تخلص منها، عتايق بحياتك، أفكار وعلاقات. سو كل هالأمور هذه بده ينشغل عليها لتقدر تخلص منها، مش إنه بغمضة عين تخلص منها. في أشياء ما عم تقدر تخلص منها وبدها بلان لتشتغل عليها، واليوم امبارح وبكرة هني لحتى تحضر هيك بلان، تعمل مجال، تفسح مجال لأمور جديدة تدخل حياتك. الأنشطة 8-9-10-11 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة اهتمامات بتحسين الأوضاع ماليا، اجتماعيا، دراسيا أيضا، وبالتالي هنالك جهود مطلوبة منك، جهود مضاعفة إذا مش أكثر. الأجواء بتسمح بنجاح وبتسمح بأرباح وبمكاسب. شباط فبراير، أدار مارس، حزيران، يونيو وأكتوبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي.